Estou de volta para o Marrocos para um novo começo. معكم عبد المجيد إسماعيلي، مستثمر مغربي. بعد 10 سنين في ديار المهجر، يعني في دولة البرازيل، رجعنا للمغرب بعد الجائحة ديال كورونا. ونتمنى يعني المشروع، يعني دخلنا باش نستثمروا، والمشروع ديالنا ان شاء الله ينجح. راجع بواحد النفس جديد للبلد الام اللي هو المغرب، يعني باش نبدا صفحة جديدة من بعد معاناة في الاعوام الاخيرة مع شنو كنت الجائحة كتعمل في دي. البرازيل يا سي؟ انا كانت عندي مجموعة ديال المحلات ديال الحلاقة خاصة بالرجال. الحمد لله لقينا عليها واحد الاقبال كبير ونجاح كبير اللي وصلنا ليه للبرازيل في مدينة ساو باولو بالضبط. والحمد لله الاسم ديالنا وصل للنجومية في البرازيل، وصلنا يعني لواحد المستوى اللي هو محترم جدا، يعني من بعد واحد العمل الجاد، من بعد واحد ايش غادي نقول لك. وكنشكر المطابرة كانت وكنشكر دوك الناس، يعني تا دوك الناس اللي وقفوا معنا، والناس اللي طلعونا، واللي منهم يعني الشكر الاول يعني كنعطيه للزبناء ديالي والزبناء ديال المحل ديالي، اللي الحمد لله ديما لقى اقبال من عندهم وشكر، والحمد لله وصلونا لفين وصلنا الحمد لله. وهو الفكرة ديال البرازيل جات كأن فكرت يعني انني نحاول نمشي لشي بلاد مهجر، وكما كنعرفوا حنا جميع المغاربه راه كيمشيو للديال الاوروبيه ولا الديال الامريكيه، اللي كتطلبك واحد التاشيره وكتطلبك بزاف ديال المشاكل. وبما ان البرازيل كانت يعني واحد الدوله اللي هي سابق ديك الساعات كانت سابع قوه اقتصاديه في العالم يعني محترمه، يعني وما تيطلبولناش التاشيره، يعني كتمشي بلا تاشيره. ايوا قلت ماشي مشكل، انا درست يعني البرازيل ودرست مدينة ساو باولو اللي هي يعني ثالث اكبر مدينة في العالم اللي كيعرفها. والحمد لله يعني داك البروغراماسيون اللي درتها يعني الحمد لله، هي واخا كانوا في الاعوام الاولى يعني في 2011 2012 كانت شي شويه قاصحه القضيه بالنسبه ليا، اللغه بالنسبه للادابتاسيون معهم كيفاش داير لا مونتاليتي ديالهم الى اخره، ولكن هذيك الصعوبه راه غير انا اللي درت داك الحاجز بيني وبين راسي. ولكن لقيتهم الحمد لله ناس كيفكروا بحالنا بحالهم، ناس اللي هما يعني تيرحبوا بيك، تيعطيو قيمه وقيمه لداكشي اللي كتخدم، ولا داكشي ولا شكون انت، ولا طريقه ديال التفكير ديالك. منهم من ناحيه لوغاسيزم ما كاينش، من ناحيه الديانات يعني حنا تيقع عندك انت ديانه اسلاميه هو ما عندوش مشكل، انا كنت عندك ديانه اسلاميه تيحترم الديانه ديالك، يحترم التفكير ديالك. يعني الاهم حاجه عنده واللي عجباتني عندهم هذه الفكره هذه، اهم حاجه عنده هو انك تكون واحد الانسان اللي معقول وباغي تخدم راه معاك وفي جنبك. واش لقيتي معاناة باش تلقى خدمة المرة الأولى؟ مشيتي كثر عرفتي تيكون صعيبة في الأول، باش يلاه مشيتي واش عاونك شي واحد؟ واش كيفاش داك الانتيغراسيون الأولاني ديالك باش تخدم؟ لا انا الحمد لله كيف ما كما كنقولوا حنايا ولاد الجوله، يعني من كتكبر الحمد لله كتبدا كتخدم، كتمشي تتجول كتخدم في هذه المدينه وتخدم هذه، يعني ضروري عندك واحد الفكره على كيفاش انك تقلب على خدمه. انا الحمد لله فاش مشيت للبرازيل يعني كانت عندي انا اللغه الاسبانيونيه ديال اسبانيا، وخلاص فرنسيه عادي، وعندي اللغه الاسبانيه، هما كيهضروا اللغه البرتغاليه. يعني اللغه الاسبانيه كما تنعرفوا راه قريبه بزاف من اللغه البرتغاليه، يعني انا ما لقيتش مشكل انا في لا كومونيكاسيون في الاول، والحمد لله يعني حتى هما يعني كما تيقولوا هما في نفسهم تيقول لك يعني اوس برازيليروس نو تي بروبليم دي كومونيكاسيون كون ايديس، يعني ايديس فازين تي كون ميميكا، يعني شتي يقولك يعني ماشي مشكل عنده هو، الا بغى يهضر معاك راه تيهضر معاك، واخا غير بالاشاره راه غتفهم انت وياه، يعني ما تيديروش واحد الحاجز في لا كومونيكاسيون. فاش دخلت قلبت يعني قلبت في الانترنيت، يعني الانترنيت راه كيعطيك بزاف ديال لي زانفورماسيون على بلي خدمتك، كنقصد المحلات وكنقصد الناس وهذا كيستقبلوني كنهضر معاهم، وخدمت معاهم ولا ما خدمتش معاهم لقيت اقبال كبير ولقيت سهوله في لا كومونيكاسيون. يعني الآن دخلتي لبلادك وبغيتي تستثمر في مشروع نيت في الحلاقة، كيفاش جاتك الفكرة؟ كيفاش فين وصلتي دابا الآن في التطويرات؟ شنو آمالك من خلال هذا المشروع هذا؟ وهو هو هو الفكرة بعدا
ديال دخلت لبلادي، هو الفكره باش غادي ندخل لبلادي كانت ديما كاينه، ياك هي ماشي حتى على كورونا. الا كنت عوان نجيب المشروع ديالي للمغرب، واخا انا كنت عوان نكمل في البرازيل. يعني من بعد الجائحه ديال كورونا، منين جات الجائحه ديال كورونا، يعني جات الفكره دي انني شفت راسي بلي انا يعني وليت كنطيح وخفت نطيح في مره. يعني قلت لي كان عندك 12 محل في البرازيل. 12 محل كان عندي، 12 محل في البرازيل اللي كانت هي واحد لا فرانشيز. كانوا عندنا يعني تقريبا في المجموعه 5 ديال المحلات ديالنا، وما تبقى ديال المحلات كنا يعني بائعين سميه الى اخره، ولكن انا كنت هو لو ريسبونسابل وديريكتور ولي جيرون جينيرال ديال المحلات. الوغ فجت الجائحه ديال كورونا، يعني بقيت كنفكر، شفت يعني من بعد واحد العام ولا عامين شنو غادي يقدر يوقع ليا. كنت كنشوف باللي ان الافلاس هو اللي جاي في الطريق، يعني كان واحد المثل المغربي اللي هو اللهم نص خساره ولا خساره. يعني الحمد لله قلت اللهم كنت غادي نرجع للمغرب، غادي نرجع للمغرب، علاش ما نرجعش دابا ونستثمر في المغرب، يعني في بلادي. ويعني الفكره اللي حطيتها في البرازيل وخدمت بها، يعني نخدم بها هنايا، هي انا عارف بلي المغرب غادي يلقى فيه صعوبات، لا من ناحيه ديال الادارات، لا من ناحيه ديال المحلات، لا من ناحيه ديال بزاف ديال الحوايج. كنت عارف بلي ان هاد الصعوبات غادي يكونوا، ولكن الحمد لله يعني ما انك تكون عندك نتايا واحد المسؤوليه وعندك واحد الطريق اللي باغي تمشي فيها وعندك بروغراماسيون وتايق في نفسك، يعني راه ربي ما غاديش يخيبك كما تنقولوا. شنو امل من هذا المشروع هذا ان شاء الله؟ والامل ديالي خلاص كيف ما امل، واخا ما تنقولش باللي انايا تنركز بزاف على الامل، ولكن تنركز بزاف على المعقول وعلى المثابره وعلى الخدمه بالجد، اللي هي اللي غادي توصلنا ان شاء الله. يعني احنا بادين كيف ما شتي، المحل راه هو في طور الانجاز، راه هما الاعمال راك شتي الخدمه كيفاش دايره. يعني نتمنوا هنا في القريب العاجل غادي يكون عندنا افتتاح، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. الا كنا درنا 12 محل في البرازيل، نديروا واحد 24 محل هنايا في المغرب. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.